بمناسبة إنجازه فيلمه السينمائي مملكة النمل، نظمت شركة مون أند ستارز حفلاً تكريمياً للمخرج التونسي شوقي الماجري برعاية الرئيس سليم الحص وجريدة السفير. تكريم متواضع تمثل بشتلات من أغصان الزيتون قدمها ناشر جريدة السفير طلال سلمان إلى الرئيس الحص والماجري. بحب بيروت، بحب احتضانها لنا في أكثر من مناسبة. أنا جيت في أكثر من مناسبة، تكرمت أكثر من مرة في بيروت. هذا حقيقة يسعدني، بحس أن هناك تواصل عميق بيني وبين اللبنانيين، يمكن ما ردوا كذلك تاريخي تعرف، فهذا كثير يسعدني. أصداء اليوم يلي وصلت قدي أرضت هالتعب الكبير يلي كنت مرقت فيه لتخلص الفيلم؟ يعني هي أصداء متفاوتة في أكثر من بلد بصراحة. أنا أشوف ما كنتش طالب أنه الفيلم يكون شعبي جدا، أنا كنت طالب أنه تنعطى للفيلم فرصة أنه يشوفوه الناس في كل الوطن العربي. أعتقد هنا هذا خطوة خطوة عم يتحقق. يعني قلوبنا تذكره عزا بمثل هذه المناسبات، وليست هي المناسبة الأولى، ولبنان اعتاد على رعاية مثل هذه المناسبات، وهذه المناسبة عزيزة جدا على قلوب المثقفين جميعا. شرف لبيروت أن تكون حاضنة لكل المواهب والكفاءات والقدرات الفنية العربية خاصة والدولية عموما، وشرف أعظم أن يكون التكريم لكل من وضع يعني جعل فنه يعني في خدمة القضايا المحقة، القضايا العادلة، قضايا الشعوب. وبديهي أن تكرم بيروت مخرجا عربيا من تونس، وأن تكرم معه وعبره هذا العمل الفني عن المقاومة وعن فلسطين، مع الاحترام الفائق للعمارات الفخمة والغالية والذي لا يستطيع أبناء بيروت أن يسكنوا فيها، فإن أعظم ما في قيمتها هذا الدور الثقافي الفكري الفني الحيوي الذي تلعبه في خدمة قضايا الحق. بيروت عم ترجع تاخد دورة الحقيقي وعم تبرز وجهها الحقيقي، يلي في إرادات سيئة تريد تشويه هذه الصورة وهذا الوجه. هذا دور بيروت، وهذا يعني ما فيها تخرج، إذا خرجت منه بيروت بتكون خرجت عن ذاتها وصارت عاصمة أخرى. مهم كتير أنه عم بتكرم شوقي الماجري بيروت، لأنه شوقي الماجري بيستاهل التكريم. ما عمل ولا عمل منه على مستوى رائع وعالي، وإذا نحن يعني مش مهم تكرم اللبنانية بس، المهم إنه تكرم كل إنسان مبدع. وبعتقد ما حق يعني شوقي من الأسماء اللامعة يلي بتستاهل التكريم.